أهلا بكم. قالت قيادة التحالف العربي إنها منحت ما يقارب 7000 تصريح للمنظمة الإنسانية منذ انطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن. أكدت حرصها على تسهيل سير الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية، كما أكدت قيادة التحالف على خطورة الممارسات التي تنفذها ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعمد تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي تسيطر عليها وسرقة بعضها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش ملف الإغاثة ومدى استفادة اليمنيين من جهود الإغاثة الدولية. طوال فترة الحرب كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع تعمل على منع حصول اليمنيين على الإغاثة، تارة بالسطو عليها وتحويلها إلى ما يسمى المجهود الحربي التابع للميليشيا، وتارة باحتجازها ومنع وصولها إلى المناطق المستهدفة بالإغاثة. تقول منظمات الإغاثة الدولية والتحالف العربي إنهما قدما الكثير من المواد الإغاثية، إلا أن الأزمة الإنسانية تتسع يوما بعد آخر مع استمرار الحرب، وهو ما يعزوه كثر إلى سيطرة الميليشيا على منافذ وصول الإغاثة وسطوها على الكثير من تلك المواد. نتابع النقاش بعد هذا التقرير. تحولت المساعدات الإنسانية في اليمن إلى ملف إقليمي شائك، ولم تفلح الجهود الأممية في بناء حلول عملية جادة، بل حولت تلك المساعدات إلى قضية أممية معقدة. ورغم توصل الأمم المتحدة إلى مقترحات تسهم في وصول المساعدات الإغاثية، إلا أن تلك المقترحات التي نصت على تحييد ميناء الحديدة قوبلت برفض تام من قبل ميليشيا الانقلاب. المعلومات المتعلقة بميناء الحديدة وتقارير المنظمات الإغاثية أكدت تحكم ميليشيا الحوثي بكل المساعدات الإنسانية ونهب الكثير منها والقيام بمنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المحتاجة مثل تعز. وفق تحالف دعم الشرعية، يتعمد الحوثيون تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمناطق المتضررة من الحرب، وخصوصا تلك التي تقع تحت سيطرتها. فقد اتهم التحالف في بيان له ميليشيا الحوثي بسرقة المساعدات الإغاثية والإيوائية. تؤكد دول التحالف العربي أنها تعمل على تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية، حيث أصدرت بحسب البيان 6825 تصريحاً لتسهيل عمل تلك المنظمات. بيان التحالف العربي الذي حذر ميليشيا الحوثي من خطورة ممارساتها المعرقلة لوصول المساعدات لم يحدد الخطوات التي سيتخذها ضد الميليشيا، واكتفى بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الانقلاب. وما بين تعطيل ميليشيا الانقلاب وتحذير تحالف دعم الشرعية، تبقى المساعدات الإنسانية بلا حل حقيقي يضمن وصولها لليمنيين الواقعين بين نار الانقلاب وصمت العالم كله. إذا نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في صنعاء، زيد العلاية. أهلا بك أستاذ زيد. مرحبا بك أخي الكريم. حياكم الله أستاذ زيد. إذن قيادة التحالف تتحدث عن أنها قامت بتقديم ما يقارب 7000 تصريح لدخول المساعدات الإغاثية منذ انطلاق عملياتها في اليمن، لكننا نشاهد الأزمة الإنسانية تتصاعد، كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ أخي الكريم، الأزمة الإنسانية تتصاعد بسبب أشياء وعوامل عدة، من ضمنها أول سبب هو استمرار الصراع الدائر الآن بين الأطراف المتصارعة، شحة الموارد المالية التي تواجهها الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، انهيار منظومة الصحة والخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي في اليمن، مما أدى إلى انتشار مرض الكوليرا. نتحدث عن 1013 حالة وأكثر من 1700 حالة وفاة. كل هذه العوامل أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية بشكل كبير. في بداية سنة 2017 كان عدد الناس المحتاجين للمساعدات 18 مليون، الآن زاد العدد 2 مليون، هناك ما يقارب من 27 مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية. تفاقم الأزمة الإنسانية أيضا تفاقمها وزادها سوءا قضية الأمن الغذائي، حيث يقبع ما يقارب من 17 مليون يمني
تحت طائلة انعدام غذائي، منهم 6.8 مليون على 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 شفا درجة واحدة من المجاعة. كل هذه العوامل عدة أدت إلى انهيار كامل في 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 المنظومة، أدت إلى الكارثة الإنسانية التي تعتبر الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم. لكن بيان التحالف أشار إلى أن ميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع ما تزال تمارس عمليات سطو على هذه الإغاثة. يعني أنتم في مكتب التنسيق شؤون الإنسانية كيف تتعاملون مع هذه القضية تحديدا؟ مرة أخرى، مكتب الشؤون الإنسانية لا يستطيع أن يضع أصابع الاتهام على هذا الطرف أو الطرف الآخر. كل ما نقوله في بياناتنا دعوة لكل الأطراف المتصارعة من أجل الابتعاد عن الأهداف المدنية، دعوة لكل الأطراف المصارعة المتصارعة بفتح معابر وتوصيل المساعدات الإنسانية، دعوة كل الأطراف المتصارعة بأن تبتعد عن عرقلة المساعدات الإنسانية لكل المناطق، صنعاء، تعز، عدن، كل هذه المناطق. لكن لم أفهم الآن، هل حصلت عمليات سطو على يعني مساعدات إغاثية أم لا؟ ليس بحد علمي أن حصلت عمليات سطو على مساعدات إنسانية إلى هذه اللحظة. كل ما يحصل هو عرقلة وصول المساعدات، يتم احتجازها لفترة بسيطة ثم تصل، وآخر حادثة كانت عندما تم احتجاز بعض القاطرات لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة الحوبان لمدة لا تتجاوز 36 ساعة، وقامت ثم تم الإفراج عنها ووصلت إلى من يحتاج إليها إلى داخل تعز إلى المنطقة المحاصرة. متى كان ذلك أستاذ زيد؟ قبل أكثر من 4 أو 5 أيام. طيب إذا ما تحدثنا عن نسبة عامة من إجمالي عمليات الإغاثة الإنسانية وقوافل الإغاثة الإنسانية، كم هي نسبة ما يتم احتجازه أو تأخير وصوله إلى المتضررين؟ لا نقوم بإحصائيات مثل هذه. الهدف الأساسي لدينا في مكتب الشؤون الإنسانية كمكتب تنسيق هو أن تصل هذه المساعدات. نحن ندخل في حوارات أخي الكريم مع جميع الأطراف المتصارعة. لدينا مكتب في صنعاء ومكتب في عدن هو الذي يعنى بالحديث والتشاور ويبقى على اتصال دائم مع كل الأطراف من أجل ضمان وصول المساعدات. المحادثات التي نقوم بها والاجتماعات التي نقوم بها مع هذا الطرف أو الطرف الآخر هي من أجل سبب واحد فقط لا غير، بعيد عن كل السياسة. السبب الوحيد هو من أجل المساعدة للوصول المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة إلى من يحتاجون إليها. طيب أرجو أن تتفضل. لدينا أي دور سياسي أخي الكريم، لا نستطيع. هناك جهات مخولة في المتحدة تستطيع أن تضع أصابع الإتهام على الطرف هذا أو الطرف الآخر، لكن نحن ليس لدينا أي دور سياسي ممكن أن نلعبه أو نضع أصابع الإتهام على هذا الطرف أو الطرف الآخر. طيب مفهوم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أستاذ زيد، ينضم إلينا الآن من تعز مدير المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني الأستاذ سند راوح. أهلا بك أستاذ سند. حياك الله سلام حبيب، وأنا مثلا فيك. حياكم الله. إذن سيد سند، يبدو أنه بين فترة وأخرى يظهر أن المواد المقدمة الإغاثية المقدمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن يعني هي تدخل بشكل كبير، لكن الأزمة تتفاقم. من وجهة نظركم أنتم كمنظمات محلية مشرفة على العمل الإغاثي، ما هي الأسباب المباشرة؟ هل هي قلة هذه الإغاثات أم أسباب أخرى؟ بالنسبة أخي الكريم، الوضع الإنساني في تعز هو في وضع كارثي ومنهار في كل القطاعات، بالذات الجانب الإغاثي، الغذائي ومخيف جدا، وله تبعيات خطيرة على أمن البلاد والوطن العربي بشكل عام بسبب استغلال حاجة الناس، وبالذات في تعز الذي انعدمت دخل تلك الأسر، فالبعض منها لجأت بسبب استغلال حاجة الناس وبالذات في تعز للتسول، والبعض منها لجأت لالتحاق بالجماعات المتطرفة، والبعض الآخر دفعت بأبنائها الأقصى المستقل في الجبهات. ناهيكم عن انقطاع رواتب الموظفين بالشهر 9 على التوالي. رغم كل الوعود عن سرد الرواتب والتوجيهات الصريحة، إلا أن هناك أيادي تعبت بالأمن الغذائي داخل الحكومة الشرعية. أتعود إلى سؤالك أستاذ الحبيب، اليوم القصور الرئيسي في محافظة تعز هو سرها المكتب التنسيقي للشؤون الإنسانية الذي يناقش اليوم الأوضاع الإنسانية لتعز داخل محافظة إب بحضور الغالبية من المنظمات الدولية. فماذا تنتظر من هذا المكتب الذي يمارس عليه ضغوط وتنفيذ ما يملى عليهم من قبل الوحدة التنفيذية؟ والأستاذ زيد العلاية يعلم بذلك،
وسيكون مصير من سيخالف توجيهات الوحدة التنفيذية التابعة لجماعة أنصار الله مصيرهم السجن. فأغلب الطواقم الإنسانية بعلم الأستاذ زيد العلاية الطواقم الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية تعرضت للحرب والاحتجازات لمخالفات سياسة الوحدة التنفيذية. فريق منظمة سير تم احتجاز سيارتهم لأيام مع العاملين. فريق منظمة الطفولة تم احتجازهم. فريق ميرسي كور تم حبسهم واحتجازهم لمدة أسبوع. ولن نسمع أي بيان يذكر تقاعس الجهات المشرفة عليهم. اليوم مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية يكتب ماذا سيقرره مشرف جماعة أنصار الله، ولو كان غير ذلك أنا أتحداهم أن يحضروا إلى محافظة سعد وأن يناقشوا الوضع الإنساني داخل محافظة سعد أو من محافظة عدن التي تعتبر المناطق العلانية أو الواصلة ما بين سعد وعدن. فاليوم مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية نفذ سياسات وأجندة لبعض الساعات، بينما اليوم سعد تعتبر غارقة بالوضع الإنساني المخيف، الوضع الإنساني المخيف في كل جوانب الحياة. طيب فيما يخص تعز، أستاذ سند، يعني هي إحدى بؤر الاحتياج الشديد للإغاثة، أنتم كيف تقيمون نسبة نجاح الوصول إلى المستهدفين من هذه الإغاثات؟ أستاذ الحبيب إلى اليوم 5 مديريات تحت الإدارة الشرعية، 5 مديريات صدر المواد المشرعة وحدنان جبل حبشي المشرق مديرية صالة، لم يتم إدخال لها أي غازة منذ بداية هذا العام حتى شهر يوليو. المكتب التنسيق للشؤون الإنسانية تم مخاطبتهم بهذه المديريات التي لم يتم استجابتها نهائيا من خلال برنامج الغذاء العالمي، ويتم مصادرة هذه الكميات وبعلم الجهة المانحة التي هي برنامج الغذاء العالمي. مديرية صالة، إحدى مديريات المدينة، قبل أسبوع تم توزيع الحصة حقها منطقة الحوبان، بينما منطقة الحوبان هي تابعة لمديرية التعزية، ومن هذه الأشياء الكثيرة. إضافة اليوم القصور، هناك قصور غيار السلطة المحلية من البشرية للغابة الذي يمثلها المحافظة. اليوم السلطة المحلية أصبحت هي غائبة ومهمشة، وتركت العابثين يعبثون بالجانب الإنساني ما يخص مناطق سعيد. فبالله عليك أستاذ الحديث، الوحدة التنفيذية التي تمثل جماعة أنصار الله اليوم تستمع بعقال حارات مدينة سعيد أمام مرأة ومسمع، وهذه اللقاءات بصورة مستردة. ناهيك أستاذ الحديث، لا أقصيكم أن الوحدة التنفيذية رفعت تحرير لمكتب التنسيق للشؤون الإنسانية أن مديرية المضفة والقاهرة منطقة خارج الاستقرار، وأن قد نزح وهي منطقة غير آمنة، وتعتبر مديرية المدينة شبه خالية. وركزت في تقريرها على أن أغلب النزوح لهذه المديريات هي هي وضامية وخدير، يعني الناس اليوم مديرية المدينة خالية. بينما الأستاذ حبيب، لا أقصيكم أن منظمة ميرسي كور نفذت مشروع داخل مدينة سعد ب 28 غذائية شهريا، تمام، لم تستهدف نسبة 40%. فأين ستكون هذه المناطق مناطق خارج السكان؟ الغالبية من سكان مديرية المدينة لم يتم استهدافهم نهائيا. طيب اليوم الخطوبة الشديدة في هذه النقطة أستاذ سند، دعني أنقل تساؤلا للأستاذ زيد العلاية الذي يتحدث معنا من صنعاء. أستاذ زيد، إذن أنتم إذا ما تحدثنا عن جزئية وصول المواد الإغاثية إلى المناطق وحتى الفئات المستهدفة منها، كتقييم أو كرقم، ما مدى تحقيق هذا الهدف من خلال عملياتكم الإغاثية؟ أنا ما عنديش الرقم الأخير الذي كنت تحتاجه، بس أشي بس أذكر أستاذي الكريم الذي يتكلم معك من تعز، وأحترم كل ما قال عن كاملا، وأشي أذكره أنه قبل أقل من شهر السيد جيمي ماكولدريك منسق الشؤون الإنسانية كان في زيارة إلى تعز، ودخل إلى منطقة المضفر وصالة والقاهرة، وقام بزيارة مستشفى الثورة، وقام بزيارة مستشفى الثورة الجمهورية في تعز، وقام بمقابلة السيد وكيل المحافظة
من وتحدث معه كثير، ونزلنا بيان عن الحالة الإنسانية في تعز وتكلمنا عليها. في كثير من الأحيان لا تتوفر لدينا إمكانية من الحصول على أرقام معينة أو إحصائيات، لأنه لا يتم مدنا بالمعلومات المطلوبة عن ما يحدث في تعز بشكل كامل. نحاول الحصول عليها ولكن لا نجد مساعدة بشكل كامل من الأطراف الذي موجودة في تعز. والاتهامات أن مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية يعمل تحت إمرة الوحدة التنفيذية أو تعمل تحت كذا كذا، كل هذا كلام عاري من الصحة وبعيد عن الصحة. المتحدة تعمل بشكل مستقل في صنعاء وفي عدن وفي كل مكان، ولا تأخذ إملاءات من أي حد، وبالذات أنا أتحدث عن الجانب الإنساني لا أعني بالجانب السياسي. زي ما قلت الجانب السياسي يعني أبوه مكتب السيد إسماعيل الشيخ ومكتب المبعوث الأممي. نحن في المكتب الشؤون الإنسانية نعنى بالقضايا الإنسانية فقط، ولا نأخذ أي إملاءات من أي طرف. تكلمت مرارا وتكرارا مع قناتكم مع قنوات أخرى إن مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن ليس له أو دور سياسي ولا يعمل مع هذا الطرف أو الطرف الآخر. هدفنا الأخير والوحيد من وجودنا في اليمن هو مساعدة كل من يحتاج مساعدة، سواء في تعز أو في صعدة أو في عدن أو في أي مكان كان. لا نأخذ إملاءات من الوحدة التنفيذية ولا نأخذ إملاءات من هذا الطرف أو الطرف الآخر. كل ما نقوم به هو طلب الأطراف المتصارعة، دعونا نعمل من أجل أن نصل إلى الناس المحتاجين إلى المساعدة. وعندما تحدث أنه لم يصل أي مساعدات، منظمة الصحة العالمية قامت بإيصال أدوية في الأيام الماضية، يعني قبل أقل من أسبوعين، مواد طبية دخلت إلى تعز ودخلت إلى المستشفى، ولكن مش عارف الإجحاف والاتهامات المتحدة التي تأتي من هذه الأطراف. نحن نواجه نفس الاتهامات أيضا من الأطراف الموجودة في صنعاء بأننا نعمل مع التحالف، بأننا نأخذ إملاءاتنا من التحالف، بأن المملكة العربية السعودية هي من تمول الأمم المتحدة بالميزانية الكبيرة ونأخذ إملاءاتنا منها. كما تأتي اتهامات من هذا الطرف، نواجه أيضا اتهامات من الطرف الآخر. نحن بسبب حياديتنا الكاملة ونعمل على مبادئ إنسانية بحتة، نواجه اتهامات من الأطراف كلها. طيب، هذا يدفعني إلى التساؤل، ما هي أبرز العراقيل التي تأتي في يعني عملية وصول المساعدات الإغاثية بالنسبة لكم إلى المستهدفين منها؟ ما أبرز ما تواجهه من صعوبات؟ بيتم تأخير بعض المساعدات التي نستهدف بها أماكن معينة، لكن أهم العراقيل التي تواجهنا في عملية المساعدة أنفسها هي شحة التمويل. نحن تكلمنا مرارا وتكرارا أن المساعدات الإنسانية في اليمن ليست هي الحل الأمثل ولا الحل الكبير. الأفضل مساعدة إنسانية يمكن أن تقدم إلى اليمن هي إنهاء الصراع الدائر الذي ممكن أن يحسن من الحالة الإنسانية. المساعدات الإنسانية هي مجرد مساعدات بسيطة لا تكفي من أجل محاربة الكارثة الكبيرة جدا. أكبر مساعدة إنسانية يمكن أن تقدم إلى اليمن كبلد ويمنيين أيضا هي إنهاء الصراع وإنهاء بشكل كامل وإنهاء الصراع الدائر، من أجل أن يتم التخلص أو التخفيف من الأعباء والمعاناة الإنسانية لكل اليمنيين. المساعدة الإنسانية عندما أتحدث عن 20.7 مليون يمني محتاجين للمساعدة، لا تستطيع الأمم المتحدة بمواردها الشحيحة جدا أن تساعد كل هؤلاء الناس. مفهوم. إذا أشكرك أستاذ زيد العلاية المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وأعود إلى الأستاذ سند راوح. أستاذ سند، إذا يعني هناك نوع من الدفاع الذي قد قام به الأستاذ زيد العلاية في موضوع وصول هذه المساعدات وتحميل طرف معين بحد ذاته، أنهم يعني يتهمون من قبل أطراف مثلا في صنعاء وغيرها أنهم أن لدى التحالف تأثير عليهم في الأداء. إذا هذه إشكالية ستستمر على ما يبدو. لكن الآن هناك حديث دائم عن قصور أداء المنظمات الدولية في الملف الإغاثة. أنتم ما هي أبرز النقاط، إذا ما تحدثنا عن نقاط بعينها 1 2 3، ما هي أبرز ما أخذكم على المنظمات الدولية في عملها في تسليم المساعدات؟ أستاذي الحبيب، المشكلة الكبيرة اليوم التي تواجهها محافظة تعز، أن اليوم تجار اجتماعات مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية في محافظة عيد، بينما القاصي والداني يعلم ماذا يعمل الطرف الآخر من احتجاز الخواطر الإغاثية لمصادرتها. لماذا يتهرب الأستاذ زيد العلاية من المديريات المحرومة تحت السيطرة الشرعية؟ مديريات 5 مديريات منذ بداية الإغاثة، بينما هناك مديريات تحت سيطرة الشرعية يتم استهدافها بصورة شهرية. أنا مش عارف ما هي المعايير التي يتم استهدافها برنامج الغذاء العالمي، لكن أرد على هذا السؤال أن هناك معايير
لتنفيذ أجندة لا تخدم العمل الإنساني داخل تعز. الجانب الآخر السلطة المحلية حقنا في سبات مشغوله في التشكيك والتهديد والتحريض على المنظمات المحليه من قبل المنظمات الدوليه، فدورها سلبي، والدور الاخر انها قاصره عن اداء عملها، فهي لا في الجانب الانساني نهائيا، وسخرت كل امكانيتها للتشكيك والتحريض ضد هذه المنظمات. الكل يعلم يعني الان المنظمات الدوليه تشكك في المنظمات المحليه. استاذ سند، اللجنة الفرعية في تعز التابعة للسلطة المحلية للسلطة الشرعية هي من تشكك المنظمات الدولية بالعمل مع المنظمات المحلية وليس العكس، فاليوم دورها سلبي للغاية، إضافة إلى الوضع الإنساني اليوم أدخلوها الطابع السياسي بجانب بعد. في الطرف الآخر استغل وجود الإشكاليات والمشاكل في داخل مدينة تعز وترك الآخرين يعبث مثل ما يريد. فبالله عليك الوحدة التنفيذية يتم اجتماع بصورة مستمرة داخل مدينة تعز، وماذا الوحدة التنفيذية تقدم أستاذ الحبيب؟ تقدم بأن تعز مناطق فارغة للسكان، سلمت هذه التقارير لمحافظة المحافظة وأحالها لرئيس اللجنة الفرعية وكيل المحافظة، فبدا امس اتساءل معه لماذا لم يتم النظر في هذا التقرير بينما الوحده التنفيذيه تتبع بعقار حرس داخل تعز، فقال لم ياتي اي تقرير من صحف المحافظه، وسلمت له يوم امس مره اخرى هذا التقرير، تقرير مكون من 30 صفحه. الغرض من هذا التقرير هو وصول رساله للامم المتحده بانها مناطق غير امنه تعز، بانها مناطق سيطرتها الدواعش بانها الى ما لا نهايه، لغرض الاستحواذ على الدعم المقدم من محافظه تعز واخذه في منطقه الحوبان. السلطه المحليه ممثله باللجنه الفرعيه دورها سلبي، نطالب محافظ المحافظه، نطالب الاداره المحليه رئيس اللجنه الفرعيه بإعادة الترتيب للبيت الداخلي. اليوم مشكلتنا من البيت الداخلي أستاذ الحبيب، ممثل التنسيق للشؤون الإنسانية يتحمل الجزء الكبير بسبب أنه يدير اجتماعات ومعاناة تعز من داخل محافظة تعز. لن تحل قضية تعز إلا في اجتماع ثلاثي يتضمن مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية، ممثل السلطة المحلية في تعز، المنظمات المحلية العاملة في الجانب الغازي. ما دون ذلك لم يتحقق، سنظل في نفس المستنقع، سنظل في نفس المشكلة، سنظل بلا حلول. طيب أستاذ سند، يعني بسؤال أخير أستاذ سند، بالنسبة للسلطات المحلية الآن هل لها دور في يعني كتقييم من قبلك، هل لها دور في محاولة تحسين أداء الملف الغذائي بداخل الإغاثي بداخل المحافظة؟ أستاذ الحبيب، كما شرحت لك مسبقا، السبب اليوم الرئيسي هي السلطة المحلية. السلطة المحلية هي مغيبة بسبب أن تم تكليف رئيس اللجنة الفرعية ووكيل المحافظة بإدارة هذا الملف، ولكن هذا الملف منذ عامين لم ينجح. فبالله عليك أستاذ الحبيب، كما شرحت لك أن تم البرنامج الغذائي العالمي يستهدف ثلاث مديريات في إطار الشرعية للشماتين والمعافر والمواصف بصورة منتظمة وهي تحت السلطات الشرعية. اللجنة بينما في خمس مديريات لم تستهدف من قبل البرنامج منذ 7 أشهر، إضافة إلى العام السابق. اليوم اللجنة الفرعية لغازة تم منحها مواد إغاثية في شهر رمضان، وتم تكرار الاستهداف لنفس هذه المديريات التي تم استهدافها من برنامج غذاء العالمي لتنفيذ أجندة حزبية لا جدال. فاليوم أستاذ الحبيب لابد نطالب بإعادة ترتيب البيت الداخلي. اليوم تركنا للطرف الآخر يعبث بالجانب الإغاثي بالجانب الإنساني، ويتم مصادرة كل مخصصات مديرية تعز في الحوبان. اليوم مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية لا يوجد معاي التوزيع العادل، فمثلا مديريات في إطار الطرف الآخر يستلم حصة كبيرة، ومديريات في طرف الشرعية تستلم حصة قليلة، تأخر المساعدات، قلة الدعم، اتساع حجم الفجوة، النازحين في مديرية جبل حبشي في الحفيرة في أطراف المديرية لم يتم تحريك ساكن عليهم، ويعتبر مغيبين عن أنظار المجتمع والمنظمات الدولية. لم نسمع من المنظمات الدولية غير الظاهرة صوتية فقط، وما يتم تقديمه هو عبارة عن مواد منزلية. فاليوم النازح بحاجة إلى مواد غازية لسداد
ضيعوا. إذا مدير المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني أستاذ سند راوح، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة، هذه تحياتي أنا وجيه السمان والزميل كمال حيدرة وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.